دولة قالت ستورت رابل اتفضلي. انا بتعرفي شو مشكلتي؟ مشكلتي اني حباب، والله حباب، انت حباب والله احباب مني ما في. وصلنا. انت حباب ايش معناه؟ حباب يعني حدا كتير، حدا كتير هيك لطيف. مرحبا ابو عمر، جاهزة؟ جاهزة، أنا دايما جاهزة. والله حباب يعني لطيف يعني كيوت. لا الله لا لا، يخليك. أنا مالي كيوت، أنا مالي كيوت، أنا مالي كيوت. يلا تفضلي الجولة الثانية. الجولة الأولى أعطيناك إياها، الجولة الجولة هي الثانية رح سبحان تاخذها خاوة، ولو بدك تلعب 10 جولات لناخذهم خاوة، ولنسكر ملفك في البرنامج، العب، ما تقعدش تحكي لي كيف الجولة الأولى أعطينا إلكم، والجولة الثانية بدنا ناخذها، كل جولة رح نلعبها رح ناخذها خاوة، يلا. يا ربي دخيلك، بروح جيب والله كثير سهلة. بس عمي ست بس نفسي. هياط زيادة ما بدنا، يلا روح جيب لنا مستوى تعالي. هياط زيادة ما بدنا. أنا هاني جيت وأنا حكيت تونا. هذا آخركم، هذا آخركم. قلت حاجة أنا. هاني جيت السيدة. قلتي. قلت لك روح جيب مستوى تعال شحني نعمل. ما أنا قلت لك الكلام اللي تقول فيه أنت لما تربح وأنا سكت. هاني سكت. احنا ما بنحكي فيه. أنت بتعرفي، أنت بتعرفي لو بنحسب عدد الجولات اللي أنا ربحان يلا عليك. يلا كل ما تطلع معاي تقول لي لو بنحسب لا احسبهم. لا احنا ما شو؟ يتحسبوش، لانه احنا اللي عندنا اللي فزنا فيه ما يتحسبوش، فانت ينحسبوا احسبهم. بتعرفي ليش ما بنحسبوا اللي عندك؟ لانهم كتار. ما تقولش كلمة. لا لأنه مالهم وجود. هذا أنت، هدول أحلامك. هاي جولة. لا لا، هدول أحلامك إنك تربحي علينا. شوف الفرحة، شوف الفرحة لما ربحت علينا، شوف الفرحة. ليه شايفين؟ فرحانة أنا فايزة؟ شايفين الفرحة يا شباب؟ فرحانة بيفرح، بيفرح لما يفوزوا علي. عندي ضعيفين، ضعيفين، بيستغلوا الفرصة. حلال عليكي. مبروك عليكم. الله يخليك. تستاهلوا. الله يخليك. أبو عمر اعتقني أحب النبي أبو عمر، خلص. والله يا أبو عمر من امبارح، من قبل بيومين معانا، يعني ما تقولش مركز معاه. أخي أبو عمر هلا الجولة اللي قبلها ولا هلكني يا أبو عمر. ابو عمر حل عن طرفي، الله يرضى عليك. ارحب ابو عمر، ابو عمر لا تحط شيء عندي، الله يوفقك. خلص والله وافي، والله وافي. شكرا. بدك شيء يا ضحى؟ سلامتك، ديري بالك على حالك. يلا بقى. والله وافي، والله جماعة ابو عمر بتصور انه هو عنده، فبالله التعليقات اللي كنا نشكره لانه وصلوها. اسمع اسمع اسمعني انت، راني نعبش نلعب معاه. واحد مربط في مخه ما يفهم شيء، مسكر حكمه يعيط، حكمه يخوف. هختار خلينا عم نجاوب. ايش مش كفو احكام انت؟ هاي كفو احكام عملته، خليته 24 ساعة ونحيته، هاتش بيه. وين المشكلة؟ 24 ساعة، 24 ساعة مش مستحق. انت مش مستحق اسمك، انت انسان اسمك موجود في البرنامج، ما تستحقش. تبالي ما تستحق صح، نحب نشوف حكمي انا. العب جولة؟ ما لعبش جولة، ما نفتري. ما لا اخطاني مش راح تنكت علي؟ ليه؟ شاش بدنا نفديش احكام صح؟ نفذتين مش 24 ساعة، 24 دقيقة. لا 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 عيب عليك. حرام والله، والله خرجت بالقاس راح تشوف بروفايل اكبر لقيت الصورة. لا لا حرام عليك كريم، حرام عليك. كذاب انت يا بالك. حرام عليك تظلم فيا. والله انا ديما تكذب كيما انت في تيك توك. ديما مظلوم انا، مداهم قولوا انا جيد تقول لي ابعث لي في قصتك. كريم شنطو ثلاث احكام، ثلاث جوات ما تفتيش حكم. لا لا عندك حلب حصانه عندي معك، عندي 21 حصانه معك. لا 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 ما فيش، مش تلعب معايا تو، ما فماش حصانات. ما فماش حصانات، فماش حصانات زي ما كي حابه اللعب معاك وتربحي لي نفذ لك حكم. نورمال وفرحان وراح فرحانه كما راح. انت يعني حاسس حالك باش تخسر؟ عباكش عندك ما ربحتين ايش ضوحة، عندك 7 أشهر ما ربحتين. ايه انت تو حاسس روحك باش تخسر، علاش خفت؟ عندك 7 أشهر ما ربحتين ايش، علاش خفت انت تو؟ فما حاجة شنو سمعت؟ فما شكون عنا؟ اش فما؟ فما خايف باين من وجهك. شكون فما عندك؟ والله ما على بالي اللي فما عندك، اللي فما عندك. عندي 20,000 يعني، كان 20,000 لحالهم. والله ما يخلوني، لا 20,000 لا 50,000 لا 200,000 والله.
تعرفين يا انا بلاي واحد ما يخلعني في تيك توك. انتي اصلا هك ايش رايك اللعبة رباعي؟ ضد بعضنا. ضد بعضنا، تجيبي فريق كان نجيب فريقي. اسمعني خلينا رباعي جست وغنية وفوق كل واحد غنية، خلينا مع بعضنا وكهرب. لا روح جولة ولا جولتين؟ جحفلة جولتين. لا جولتين، مش جحفلة ولا جولة، مش جحفلة يعني وتراحي. لا تكبيت جماعة، 3 كبسات على الشاشة، 3 كبسات على الشاشة، 3 كبسات على الشاشة طلبتها منكم الجولة خاوة. ما قلنا ما تنفذ ليش أحكام، بس أشغل نضل نربح فيها. شوفوا جماعة، تكبيس عليه، تكبيس، شوفوا جماعة تكبيس، هاي خلاصة الجولة، دوح هاي خلاصة الجولة، هاي خلاصة نطلع عليه تكبيس جماعة، نطلع عليه نضل نربح فيك، ها تكبيس انا اربح سيب، هاي خلاص نطلع عليه تكبيس، خلينا الله نطلع عليه تكبيس جماعة، ونستنى لبين ما يجي الدبل، خلينا الله شبيك. هذه شوف هذه بلا ما نقول لهم كبسوا 30,000، بلا ما نقول لهم كبسوا. هذه ما شاء الله معروفين الجزائريين ما شاء الله. بتزقع بتزقع ليه؟ بتزقع ما تزعقش ما تزعقش. يلا يلا اعطينا حكم واحد، اعطينا حكم واحد الحين، ترفع صورتي ستوري على انستغرام عندك وتكتب تكتب انت يا اخي انا ما نحكوش، عندك حكاية عندك حسنات. لا 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 والله 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 حق 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 الداعمين ليه عندك مش ما شاء الله. حق هو ابو عمر مش يدعم يعني شميت ضدكم انتم يعني بقى يلا ايه تسلي يا اكي، اعطيني احكم حكم بايو، اعطيني حكم بايو يا اكي. ليه انت انت امبارح فايز علي يا فضل، عادي اعطيني حكم بايو بالعكس بشتكي جولة حمسية، اعطيني فما نظام فما حق، انت امبارح فايز علي اليوم انا فزت، لازم نراجع حق امبارح نلعب انت... مرة اخرى مرة أخرى راح تكون حق مرة أخرى بعدين نحن لعبنا من بدري أمس بالليل. اسمع نلعبوا مرة أخرى نعطيه أحكام توا ليه فضل ربحني يمكن 3 مرات البارح، هاي 3. اسمعي مني أنا أقول لك، أعطيني أنت توا حكم المرة الجاية راح تكون هي راح تكون هي راح تكون هي حصانات بتاعت المرة اللي فاتت توا هذه، بس أعطيني أنت حكم لبي. لا لا أنا فكيت حصانات اللي فات الكل هاك صح؟ هاك سكور سكور باهي بقى، يعني توا شنو المطلوب شنو الحكم ضح كذا انت عرفت تعمل نوت قوي فكيت بيه حسنات معناها في البايو مداهم جلدني او تحط ستوري تكتب عم لا لا انت هتكتب في البايو وهتحط الستوري يا عم ده عنيد قوي ولو امال ايه يا عم ده فلوس يا عم ما تنسى الحكم اللي راح خلاص انساه بقى ما انساش يا عم يا فلوس حرام يا عمي ما حدش نفذ اصلا ما حدش نفذ اسمعني مداهم مداهم خلاص انساه نحن اليوم ولاد اليوم مداهم مداهم خلاص ارفع الستوري بتاع الانستجرام يلا طيب والثالث ما قلتليش الثالث اشرب 3 بيضات يلا والله ما عنديش بيض غير حاجه هشرب ولا اي حاجه بس غير بيض ما عنديش والله هات ازازه ميه لتر ونص اشربها وايدك كده مش تعرف تنفذه برضه نفذ الحكم من الاثنين الاولانيين طيب وانت انت مفكر ان حسابه على الانستغرام مثلنا احنا تافهين ده حرام عليك حرام عليك اعطيني غير حكم حرام الانستغرام ما ماله حسابه على الانستغرام ماله يعني ده الانسان بيشتغل على الحساب يعني فاهم كده مش دنيانا احنا مش ننزل على صوره في اليوم فاهم خلاص يكتب في البايو يلا اكتب في البايو ده من نسخه خلاص هكتب في البايو الله ما ادري مين خرجت والله ما انا ضح والله وحدها خرجت لا غير شبه هاي الضو تاعي وجهها اكثر من الريج لايت تاعي هاي جايز هو ار يو لا غير ضوءك والله ضوءك افضل من الريج لايت والله وير يو وير يو فروم وير يو فروم اي فروم روسيا روسيا From what? روسيا روسيا يسكت مش روسيا مش روسيا راشا دوحة وين جاية راشا جاية في الهند راشا روسيا Thank you guys يا ولدي تونسية الطفلة تونسية والله تونسية الطفلة خلينا دوحة زي ما بين الفوق وتحت ما كاش فرق هاي باين لك هاي الفرق خلينا معاك تعرف فهمتني يا فهم انا من تونس شبيك يا كريم تعاند فيا راني نعرفهم بنات بلادي قولي والله
توزيع عيني ولي تقلب بقلوب قولي والله توزيع قريبة معنا أنا جاي تونس أنا جاي تونس الجيران يا الله عندنا جيران شابين ما شاء الله الله يبارك شو اسمها أورانجينا أورانجينا عندي واحد جوج عندي واحد الجازوز نحبوه اسمه أورانجينا تعمل عنا عندكم أمدوم الله يبارك مين أورانجينا من مستير نسكن في مستير وين؟ شرفة مستين وين جاي مستين أنا مستير مستير احنا سوسة لا في غير حمامات في تونس حمامات مستير ما شاء الله ما شاء الله اختي هذا وجهك طبيعي هذا اي طبيعي الله يبارك شبيك عنا بنات ما شاء الله على بالي جيمر جيمر وش تلعبي وش تلعبي كريم نطلع خليك براحتك حسيت تحبني نطلع قالوا لي عندك مستوى قالوا لي عندها دعم قوي ما عندي مستوى غير وجهك احرف قبل شويه راه معليش اللعبة مع التوسي وانا اجي معي واحد لعب ورباعي مرة هذا ايه ياي اجي معي اورنجين انا لعبة مع اورنجينا يا يما ونحكم عليكم يا اورنجينا كون نحكم عليك انا اجي معي امدا حاب تحكم علي؟ نحكم على ايه بس كدوها ما تنفذش انا ما نفذتهم جيبي رابع ضوحة جيبك شو واحد ما عنديش ما عندي حدا واحد وانا نجيب رابع من عندي وبعد يطلع الرابع ذاك ما يحبش يلعب معاك اي واحد شكون الرابع حنجيب روزي هذه ما بنشكر روزي هذه هاي كريم هاي هاي ضحى هاي هاي اورانج هاي سوجي هلو هاو ار يو مروان فاين مروان فتح لايف فاين فاين لعبوا ضحى هاي هلا مين مع مين؟ كنت حاب تجيب مروان بس معلش انا اشوف المستوى اللي عندك قال عندك مستوى ما يا ترى؟ قالوا لك ترى اورنجينا شحال في عمرك؟ تكديس 21 بنت يعني جايز كبسو ايش اسمك انت؟ 21 نو انا كبرنا احنا اللي كبرنا يا جماعه اسمي الحقيقي الملك مالك تكفيز جايز تكفيز جماعة ثلاثة كبسة عشيشة روزي منين انت انا لبنانية مقيمة في البحرين متشرفين والله ثانك يو والله انا الي الشرف ضيفة كريمة انا ايه ضيفة كريم اضفتك انت واضفت اورنج بعد حلو كريمة اي كريم انسان محترم شفتيه في دبي؟ لا انا مو في دبي وين؟ انا في البحرين شبيه كريم؟ انا بيقول ولا استنى في المستوى تاعك استنى يا اخي شنو تستنى في المستوى نلعب وجماعه هذا كبسه على الشاشه هذا يروج وحرف نطلع معاه كل شيء يتسكر ما عادش نحب نجيبه ما عادش نحب نجيبه هالدوب لا هالدوب ثلاثة كبسات على الشاشة يلا 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 ثلاثة كبسات على الشاشة ونشيرنا ورود كيف اصلي كيف اعطوني رايكم في التعليقات جماعة اعطوني رايكم انا حاصل انا جماعة ايه جايز ورود عنده ما تقوش او ما تقوش او جماعة 92 وردة 92 وردة اسرع يفتح 92 وردة عليك بدو عندي وعند كريم بسرعة لا تصفقيش اختي 92 وردة مع بعض اللي عنده وردة يمي حيكم كفو تصفقي اختي شبيك دوبل لا يروح جايز دوبل ما انا عادي انا عادي عادي اورنجينا حشمت نربحها خاوتي نقول لكم والله اي والله شو ما تجياس يا نو لا موسيقى ما انا قاعد ما انا اعطيتها لكم الجو باش تلقيو كريم في المسجد اعطيتها لكم الجولة اعطيتها لنا الجولة ما اعطيتها لكم اورنجينا هاكي سي جبتيه طفل على راسه
غير تابل خلاص ما شوفش خلاص شنو كنت نستريمو في حيك كنت نستريمي في الميمو اه تعرفي عزيزة اسمها تعرفي بين الخويا انا مش صحاب نعرفو كفا نو حابي لا اخوك انت اللي تعرفي التسجيل هاي تعرف ما عرف ليه او صاحبي بالي معليش وش اللعبة وش اللعبة اورنجينا ببجي ببجي نلعب فالورانت تلعبي جي تي اي جي تي نلعب لا لا وش بيكي ما عادش في النيمو خلاص ما كانش دراما في النيمو خاطر الكونترا ويتيت نحا وقت هذي البريود خلصت أيوة النيمو خلاص الدراما في النيمو وضح حب بس بالك ما فهمتيش لا حبيت نترجم لك ديرك اي خرجوا برشا من نيمو ما داو قاع دراهم تاع نيمو داو قاع عزيزوسي هذا عيون جماعة تكبيسوا شيء في اللايف واش روزي تكلمي معنا روزي انت في المشكلة ما كتير بفهم اللهجة يا اخي روزي مش تحكي لبناني انت تحس روزي البرد في البحر انا ايه انولدت مقيمة في البحر لا لا برد برد في البحر ليش ده لا لا ما في برد بس شوية ابتدى هواء يوم انت مثلا تكون متعود على طقس ففجأة يتغير تاخذ برد يعني تمرض فانا احاسب يعني ما شاء الله لكن انت روزي تحسك ماكش تحكي لبناني تحسك تحكي بدك يعني احكي لبنانة تتصدقينا ليه تحكي اجنبية جماعة تكبيس تكبيس 20 ثانية الاخرى قاع تكبيس جماعة تكبيسة شوف راح تجحفل راح تدير حالة جايز لا يجحفلونا ما عليش روزي قش راحك ازهليني انا هنا الريح ما يقيسكش لا جحفلونا لا غالب ما اسكت طلعوا عندي طلعوا لا غالب بس غير نجي انا يطلعوا اوكي سكو توب 1 مليون و200 طلعوا فهمت انا وش بك بقى ليش ليش بدكم يعني العب ضد كريم ليه بدكم يعني انجلد ما عندي مستوى يا خلاص دوحة خلاص كي يكون عندك الدعم كي ليش ليش بدكم يعني العب ضد كريم ليه بدكم يعني انجلد ما عندي مستوى يا خلاص دوحة خلاص كي يكون عندك الدعم وينو فضل جيبولي فضل هو عيوني وهو عيوني هذا الماترك ربع خالد بدو ياك شكون خالد شكون خالد ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة واصهر لسودا عيونه دي ليلة عمر نورال انا راه معناها كي نلقى عندي نبعث مشكلة مش فاتحين عندي صبغة فاسيال صباح الخير ضحى صباح النور صباح كونفور وياسمين افتحي جيست ما سب تقترح ممثلين يكونوا في التيك توك في ناس ما بحب امثل معاهم في ناس ما بحب اكون موجوده معاهم راحت بالي قبل التمثيل وقبل المصاري وقبل كل شيء صحيح انا قلتها في التلفزيون راهي قلتها كلمه معناها انه المصاري لكن كلها راي عام لكن انا كضحى هذا قبل كل شيء انا في اشياء كثير اعمل فيها مثلا زي ما اني قبل ما اني جيت بثيت رحت عند صديقتي كنت بيجي عادي ولا يهمي في راحت بالي مصاري بيجي بث 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 لا شو عملت رحت عند صديقتي صورت لكم ما صورت لكمش قعدت قاعده انا وصاحبتي غيرت جو ضحكت فضفضنا ضحكت 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 المود بتاعي حلو شفتوني اول اللايف كيفاه
شفتوني كيفاش بديت بطاقة إيجابية؟ خلاص لاني رحت عند صديقتي وفضفضت وعملت جو. فأنا نعم في كتير أشياء عشان نفسيتي وعشان المود تبعي، المود تبعي أهم لي من الدنيا الكل. العب بجولات ليه لكن مسهلوا التوب جماعة، اشتركوا لي هنا. شفيكم اشتركوش كذاب الغلا ما جابك دمع اني دمع. هيو في القلب هذا، اشتركوا لي خليني نفوت في ال فصل أربعة. شو دخلنا فيها دخلنا فيه، شفتوا تندونس الأربعة وعشرين هذاك اشتراك عنده 1,100,000. فيش حد مشترك في النجمة، فهمتش شو معناها، شو يعني سمسم، شو يعني فيش حدا مشترك. I need the moon. Tira-ra-ra-ra. صرت تندونس 58، صرت 57. حلو، هاي نفطنا في التندونس. يعني دخلونا حتى في التندونس 10. ما عطيتونيش رايكم في لفة الحجاب اللي هيك عجبتني، وهذه خدي هيك وخدي هيك. كذاب الغلا ما جابك، جبنك ظروف وجيت، دمع الندم رديت، دمع الندم. يلا جماعة تصبحون على خير، ملتقانا غدا، بحبكم كثير، ملتقانا غدا، باي وتصبحون على خير.